السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في الأول يا جماعة، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير وبصحة وسعادة يا رب. خلاص دخلنا على المولد النبوي الشريف، أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا يرزقكم كل ما تتمنوا إن شاء الله، ويوفقكم ويريح بالكم ويسعد قلوبكم، ربنا يزيدكم من فضله ان شاء الله، وكل اللي بيتمنى حاجه ربنا يحققها له على خير ان شاء الله باذن الله. النهارده يا جماعه انا كتير سالوني على الاولاد وكده، فهم عاملين فيديو يا رب يعجبكم. فيديو هو والحاجه، بقى هم والحاجه عملوا فيديو الممبار، يعني طريقه عمل الممبار وبتاع وكده، حاجه على المشي كده، ويا رب يعجبكم وينال اعجابكم ويسعدكم ويوفقكم جميعا ان شاء الله. فباذن الله احط لكم الفيديو ويا رب يعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده بنعمل محشي ممبار. ادي خلطت الطماطم اهي، وخلطت البصل، وبخلط الخضار اهو. اهو لك بتعملوا زي اهو، والممبار اهو اهو. هي بقى يا جماعة قطعت طماطم وبصل، وبتقطع الخضار، وغسلنا الرز، وغسلت الممبار كمان، وقاعدة بتعمل اهو. لسه هحط التوابل اهو، قايلة الليلة تجيب. هتخلص بقى تخليط الخضار وبعدين نرجع لك. صباح الخير. بعمل المحشى، خلطت الخضار مع الطماطم مع البصل والتوابل، فلفل اسمر، مريك، كمون، كزبره، بهارات، وملح اهو. اقلبه اهو فيه، وبعدين احط لكم الرز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كل الخلطه بتاع المحشي، وخضار محشي وكل حاجه، وادي الرز اهو. اللي بيحب بقى يا جماعه الممبار يقول لنا في التعليقات ايه. وادي الرز اهو يا حبايبي، وادي الرز اهو اهو، خلطة المحشي اهي، وادي الرز. وصلته سلمى هي ونضفته وجابته لستي اهو. اهو كل الخلطه هو ورزها وحالها، وادي المنبر اهو، وادي السمنه يا حبايب. سمنة وزبدة اهي، ليلى تعالي. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي بدأت تحشي الممبار.
هلا تعالي استنى احسن معايا والاخر ملي. راي محمد بقى يا جماعه، احنا بدأنا نحشي الممبار. محمد العسل اللي انت بتحبوه ولا مصورة؟ أنا حد قريب لنا هنا وياه. كان في كتاب محمد لسه جايه. حوض القرآن. هيعملوا الحفلة هيبة هياخد جايز. تعالى نحدد كده ويا محمد عشان تقرا لنا شوية. يا سلمى علي، سلمى العسل اللي بتحشي معايا هنا، تنضف منبر معايا وتنضف كرشة وتحشي منبر وتعمل كل حاجة. سلمى، سلمى العسلية. على القلب ورب رضعان عز النهارده سبتها ومطوع سبتها وبتعمل مع سبتها كل حاجة. عن هي دي يا محمد شوية. بصوا يا جماعة، نخلص بقى الكمية وبعدين نلعب. دلوقتي بقى يا جماعة هما بيحشوا الممبار. سلام على الناس يا سن. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ربنا يخلي لي هناء اللي عرفتني لكم والله العظيم، والناس الحلوة دي. جايلكم هنا هي نعمل لكم كل يوم هنا ومهيسكم. عايزينكم بقى يا جماعة توصلوا الفيديو ده ل20,000 لايك وتقولوا لنا أفكار في الكومنتات. يا رب يا رب يخليك يا رب. محشي ممبار أهو عسل. احنا هنخلص بقى كل الكمية وما نيجي نسلقها هنوريكم بقى ان شاء الله. ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت اهو يا حبايب. حشيت اهو، خلصت يا حبايب قلب. هقوم اشوف المية بقى على البوتجازة هي توسقط. انسان. نطلعه هنحطه يتحمر هيبقى على الاكل بقى. لا. بصوا بقى يا جماعه، ده كده الممبار بعد ما خلاص استوى تمام. احنا كده سلقناه. دلوقتي بقى احنا حاطين زيت على النار يسخن عشان ايه؟ هنحمر فيه الممبار ده، واما يتحمر بقى ان شاء الله هنوريكم السفره بتاعنا بعد اما يتحمر. خليكم معانا. بصوا بقى يا جماعه، الممبار بتاعنا بعد ما خلص كده بقى احنا خلاص خلصنا الممبار.
وهنحط دلوقتي بقى على السفرة وهناكل. تعالوا بقى ننهي الفيديو مع تيتا. يا جماعة كده الممبار بعد ما اتحمر وخلص اهو، ودلوقتي بقى نقدر ننهي معاكم الفيديو. ونقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع الف سلامة.